نرجع مشاهدينا أكيد مكفي معكم النور معنا لغاية الساعة 12 الظهر صلاة التبشير الملائكي. نحن وياكم بفقرات اجتماعية وروحية ودينية منتابع، وهلأ منوصل للفقرة الاجتماعية اللي منحكي فيها عن تطلعات الشبابية لنشوف بين جيل وجيل بنفس المهنة شو عم تفرق التطلعات. واليوم أكيد بيسرني استضيف بيرلا الراعي وربيكا مرهج، طلاب إعلام بالجامعة اللبنانية، فتوا أكيد على هيدي المهنة مع هالاختصاص من خلال ما سمعتوا عن المهنة أو من خلال يمكن ما تبعتوا عبر وسائل الإعلام وكان عندكم هالتطلعات. ربيكا، هل بتلاقي التطلعات اللي كان عندك إياها من بعد ما فتي على الاختصاص، يعني بين الفكرة اللي كان عندك إياها بس فتي على الاختصاص، وخاصة أنتوا اليوم ثالث سنة يعني كمان عم تعملوا استاج بميدان العمل، هل اختلف ميدان العمل عن الفكرة اللي كان عندكم إياها قبل ما تفوتوا على هالميدان؟ أول شيء بونجور، ميرسي كتير لإلك. لا، هو ما اختلف شيء. الفرق اللي كان أنه نحن كنت تطلعاتنا مثل كأنه على الميدان، كنا نحلم أنه ننزل على الطريق نجرب نتعلم كل شيء. بالجامعة علمونا كل شيء تيوري، بالستاج والشيء اللي بلشنا هلا نشتغل فيه عم ننزل على الطريق نطبق اللي تعلمناه بالجامعة. يعني فينا نقول أنه مثل سلسلة مترابطة بين اللي تعلمناه وبين اللي عم طبقه. فتطلعاتنا مثل ما كانت أنه بعدنا هي ذاتها ما تفاجأنا بشيء معين. بيرلا، هل كمان التعاطي بتلاقي بالإعلام أو هلأ بعرف يمكن كمتدربين بهيدي المهنة يمكن ما بيصير لكم كمان حتى تشوفوا كل القطاعات أو يمكن عجات تلمسوا المهنة على الواقع، على أرض الواقع، لكن من خلال ما كنتوا تشوفوا الزملاء بالوسيلة الإعلامية مطرح ما كنتوا عم تتدربوا، هل بلقيتوا مثلا عن جد في اختلاف؟ هل تحمستوا أكثر لهالمهنة أو صرتوا تقولوا لا في مصاعب يمكن انا لو نقيت غير اختيار كان افضل؟ هلا شيء اكيد لما انتقلنا من الاشياء النظريه على حيز التطبيق تحمسنا اكثر، حسينا انه عن جد مثلا انا شخصيا لقيت انه بلاقي حالي عن جد بهيدي المهنه، انه في باسيون، الدوغري تبع الباسيون بيعلى دغري تلقائيا. والحلو بالموضوع انه عن جد بس تحتك بالاشياء وتشوف كيف بتختلف المادة الاخبارية، مثلا بين اذا بدك تطلع مباشرة لايف او ضمن النشرة بتشوف كيف خاصة التلفزيون انه بدنا نضيف اشياء زيادة على الخبر لحتى يعني ما يكون بس انه هيدا الشيء الجديد اللي دغري عرفوا الخبر السريع. فلا الحمد لله، يعني عن جد لقيت انه انا بلاقي حالي بهيدا المهنة ومنتأمل خير شكل. طيب اليوم شو برأيكم اليوم لازم يتمتع الإعلامي أو الصحافي مثلا برأيك ربيكا لحتى فعلا ينجح بهالميدان؟ يعني معلي اليوم يمكن عم نشوف المعايير ربما اللي عم نشوفها أكيد مش مع الكل بس ببعض التطبيقات قد تكون مغايرة عن اللي بتتعلموه بالجامعة بمحلات مثلا زي ما نقول مثل المبادئ إعلامية أو أخلاقيات إعلامية. ممكن اليوم بيقول لك بكفي تكوني وجهك جميل أو عندك إطلالة تلفزيونية وبيمشي الحال، هل بتلاقي أنه فعلا هي المعايير اليوم للنجاح أو لا بتتمسكي بالمعايير اللي تعلمتيها بالجامعة؟ أكيد لا، جمال منا معيار للواحد ينجح ولا لا. في كتير ناس أنه منا فائقة الجمال وهي بين أشهر العالم. أهم شيء تكون بتحب اللي عم تعمليه، يكون عندك عن جد شغف مثل ما قالت بيرلا اللي أنت فيه واللي عم تشتغلي، فساعتها بتكون واثقة من كل شيء، من كل خطوة عم تخطيها بتكون أنت عن جد واثقة أنه أنا هالشيء بدي إياه، هالشيء أنا بحبه وحق أوصل له، فساعتها بتقدر تحقق كل شيء. بيرلا، شو بتحسي أهم ميزتين ممكن تكون لازم ترافقك لتنجحي؟ يعني ممكن الصبر، ممكن المثابرة. هلا اهم شيء انه الانسان يكون عنده قناعه ويقتنع انه بده يطلع السلم درجه درجه، يعني ما يكون شايف دغري انه انا بدي اوصل بسرعه فائقه. هيدا انا برايي كثير مهمه. وهلا الشكل بيلعب دوره بس ما بيلعب دوره بالاستمراريه. انا برايي الاستمراريه بتكون للشخص يلي عن جد بيكون بحب المهنه، مش بس صارت له الفرصه ويلا بطلع بستغل هيدا الاوبورتونيتي وخلاص. واكيد الثقه بالنفس اللي هي اصلا تلعب دوره بحيالله مجال. اذا شخص ما كان عم بيقول انه انا بدي اثبت حالي بكل فرصه صغيره بتنفتح امامي،
اكيد ما بيكون يعني في استمراريه ان شاء الله، لانه اكيد هي اللي عم تقوليه كثير مهم، يعني ان شاء الله هذا الجيل كمان يعرف هالمعايير. يعني اكيد مش غلط نتاخذ بالكاميرا وبالشهره، بس لازم نحافظ على المبادئ وعلى الامور الاساسيه. ريبيكا، بنعرف كمان عندك نشاطات دينيه او رعويه، يعني هل ممكن ياخذك الاعلام الديني اكثر؟ بتحسي يكون هذا توجهك، ولا فيك تعطي وين ما كان؟ او كمان الايمان برايك قد ايه ممكن يلعب دور بنجاحاتك بالحياه وبانجازاتك؟ هلا كإيمان، إذا بتقول إنه بتقدر توصلي لحيالها شيء بدك إياه، كتطلعات هو بداية إيمان بالذات وبقدراتك، حتى قبل ما نحكي عن الإيمان الديني. صح، أكيد. أنا إذا ما بتقول إنه بقدراتك بتضلك محلك، ما بتقدر تمشي شوي شوي. كأنه شيء ديني، اشتغل على الديني، فضل لا، فضل إنه روح على الاجتماعي والسياسي، لأنه الدين عالم كتير واسع، وكل واحد عنده إيمانه الخاص وطريقته الخاصة بأنه يؤمن بالدين المسيحي، إذا كنا عم نحكي هلا كمسيحي. فلا، أنا كريبيكا بفضل إنه روح على البارت الاجتماعي والسياسي. اوكي. بيرلا، هل بتلاقي اليوم يعني مثل ما عم بيتعاطى وتتعاطى وسائل الإعلام مع المواضيع عامة، إذا ما نحكي عن الأزمات الاقتصادية أو الأزمات السياسية؟ نعرف هلأ بطبيعة الحال، وأكيد أخذتوها بالجامعة، أنه كل وسيلة إعلامية عندها توجه معين، ويمكن هيدا بطبيعة الحياة مش كتير غلط، بس قد إيه أي متى، يعني شو الحدود بين أنه هالتوجه أو الانتماء السياسي اللي يكون عندنا إياه، هل قد ننقله للجمهور أو نظهره للعلن؟ بالنسبة لي عدم التضليل بكل بساطة، يعني حتى لو في سياسة تحريرية والمنتمين لهالمؤسسة بدهم يحترموها، ولكن المشاهد هو الأولوية، إنه نوصل له عن جد فعلا الخبر كما هو بقد ما بنقدر، حد أدنى من التجرد والموضوعية. يعني نكون هالقد موضوعيين، حتى لو كان يعني برأيك مش غلط كل صحافي يكون عنده ميول سياسية معينة؟ أكيد لا، لأنه أصلا يعني أكثر شيء نحن عم نشتغل عليه هو الأفكار، فإذا أفكاره ما بتنتمي لشيء معين بنحترم أكيد، ولكن أفضل إذا بيكون يعني عنده انتماء معين، وما ضروري يكون سياسي، فيكون بكل بساطة فكرة، يعني حتى أنه مثلا مع العلمانية فينا نعتبر فصل الدين عن الدولة، ما ضروري يكون أنه مع حزب معين أو عقيدة. طيب اليوم نعرف الحديث والشغل الشاغل للناس وكورونا، انت يعني اليوم يمكن لازم يكون عندك نظره نقديه الى حد ما، يعني كطالبه اعلام، لانه غير ما ينظر كمان عامه الشعب الى رساله اعلاميه عم تنقل بهذه الظروف، كيف بتلاقي وسائل الاعلام تعاطت مع الموضوع، وشو لقيت هيك الرساله النافره يمكن اللي لفتتك، او الرساله الجيده اللي لقيتيها بهالتعاطي؟ اكيد من دون ما تسمي يعني اسماء وسائل أكيد. الاعلام هلا وسائل الاعلام قامت بشغله بكثير احترافيه بهذا الوضع، يعني هلا عم تشتغل الدوبل، عم تعمل دوره كوسيله وسلطه رابعه، وعم تعمل دوره كحدا عم بيوعي العالم، عم نشوف على كل المحطات على التويتر على الهاشتاجات اللي عم بتلاقون مثل مزبوط، كلها عم تكون حملات توعيه، حتى مقدمات الاخبار صارت كلها بيور توعيه، يعني خليكم بالبيت كرمالكم كرمال غيركم. فالاعلام ما فينا ننتقده بهذا المرحله، لانه عن جد وضع كثير حساس، ويعطيهم الف الف عافيه، ومفروض يكفوا هيك، انه كفوا حتى هني اخذوا التدابير معينه. مزبوط، عم نشوف انه بكل البروجرامات اللي كان فيها جمهور بطل فيها جمهور، الاعلاميين اللي كانوا ينزلوا على الارض، الريبورتر ينزلوا على الارض، صاروا من البيت عم بيغطوا ويعملوا شغلهم، ما عم ينزلوا يعملوا كونتاكت على الطريق او مع حدا معين، عن جد عم بفرجوا العالم انه ليكوا نحن وعم نضلنا بالبيت كرمالكم انتم، مش بس كرمالنا نحن. بيرلا، بتلاقي انه يعني لعبه اليوم الاعلام لعب دوره مزبوط بهذا الموضوع بهذا الملف، او بمحل مثلا كان عم بيجي ياخذ دور الدوله، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ خاصه يعني شفنا على بعض وسائل الاعلام انه عم بيقولوا نحن رح نعلن حاله طوارئ اذا الدوله ما اعلنت، وشفنا ردود فعل من وزيره الاعلام ومن الدوله انه انتقاد لهالشيء، هل برايك هذا الشيء صح او غلط؟ هلا بداية كان الإعلام عم بخبر المشاهدين أول بأول عن عدد الإصابات، كان محليا أو عالميا، وبعدين صار إذا عم بيكون في يعني أكيد وفيات عم يرجع كمان بكل جديد عم بخليهم على اطلاع. فبالنسبة لمثلا ياخد دور الدولة، هلا هو السلطة رابعة، ولكن أنا بفضل كل حدا يقوم بواجباته
مع هيدا الحدود نضل محترمينها. يعني في جهة رسمية مخولة بإعلان حالة الطوارئ مثلا وأنه الناس تبقى ببيوتها، بفضل أنه هي اللي تطلقها، ولكن أكيد بدنا نقول لهم يعطيهم ألف عافية. وأهم شيء أنه بس عم ينزلوا على المستشفيات عم بيكونوا كتير يعني أخدين احتياطاتهم وليشجعوا العالم أكثر أنه كمان هي تاخد احتياطاتها. نعم ريبيكا، يعني اليوم كتير معروف عن هالمهنة، بقولوا هي مهنة المتاعب. يعني هلا مقابلتنا يمكن شارفت عن النهاية، هي مقابلة سريعة لكن فعلا مفيدة، هيك بتكونوا يمكن بتعطوا رسالة أو بتكونوا أمثولة للطلاب يعني خاصة بدو ينقوا هيدي المهنة. قالوا لكم هي مهنة المتاعب، وبعد اليوم بنحكى عنها مهنة المتاعب، قد ايه اليوم بتلاقي فعلا هي مهنة المتاعب؟ يعني كيف نقيتيها اصلا؟ كيف نقيتي هذا القرار؟ هل حدا نصحك ما تنقيها وانت اصريتي؟ وهل بتندمي؟ وشو بتوصلي رسالة للي بده ينقي هالمهنة؟ اوكي، اول شيء في كثير نصحون انه لا ما تعمليها، حتتعبك، منا منيحة، حتاخذ لك كل وقتك. بس مثل ما حكينا بالاول، اللي عنده شغف عن جد بيقدر يوصل للي هو بده اياه. فهي عن جد مهنة المتاعب، لأنه عندك ضغوطات نفسية، معنوية، جسدية، بدك تجرب تدلك أنه موضوعية بكل شيء، مع أنه نحن نعرف أنه شخص ما في يكون بيور موضوعي بحياله موضوع إن كان. فبس أنا بشجع اللي بحبه واللي عن جد بحس حاله أنه هو قادر يكون قد هالمسؤولية، لأن هي مسؤولية كتير كبيرة، ما عم تتوجه لشخص، عم تتوجه ل فينا نعتبر بلد معالم سوري للعالم كله. فبشجع كل حدا بحبه وكل حدا بحس حاله أنه هو قده وعنده ثقة بحاله أنه يعمله ويصل للي هو حابب يوصل له. بيرلا، هلا أنا شخصياً اخترتها، كانت بلان بي، كنت حاطة بلان اي حقوق، بس رجعت رحت على البلان بي لعدة أسباب، ومن بيناتهم أنه أنا كتير بحب أنه أعمل تغيير بمجتمعي. وعن جد ما عم بحكي نظريات، من أنا وصغيرة يعني بشوفوني كانوا أنه حتى كنت دغري دمع أول ما أشوف مثلا زبالة على الطريق، هالقد كنت حساسة أنا وصغيرة. عندك شعور الأمور الإنسانية 100%، وبحس حالي عن جد بقدر أكون مواطنة فاعلة بهذا المجتمع. فبلاقي الإعلام كسلطة رابعة أكيد يعني بنتمي لإله، وتأكدت يعني رجعت فيما بعد. فخيار حلو أخدته، وبرأيي كل حدا عنده هيدا الباسيون أكيد قادر يحط لبنان أولوية عنده يروح على هيدا المجال. بدي أقول القلب القوي كمان بيلعب دوره، لأنه فيها خطر يعني على حياة الإنسان. وبالإضافة بحب وجه رسالة كمان للنقابة، أنه بركة منخلي هالإعلام يكون له هيبته أكتر وأكتر بالمجتمع، ونخلي الدولة تتعاطى معه بالشكل المفروض تتعاطى معه فيه، لأنه بالنتيجة خلينا نتخيل الحياة لنهار واحد بلا إعلام شو بصير. حلو كتير، ولا حبيت كتير نظراتكم التفاؤلية أكيد، ومتمنى لكم كل التوفيق بحياتكم المهنية والمستقبلية. على كل إن أنتوا مواهب واعدة، لبل مش مواهب، نقول يعني عم تفوتوا على مجال الاحتراف يعني أيضا. يمكن شهادتي مجروحة فيكم، بس فيني أعطي شهادتي من خلال معرفتي فيكم كطلابة بالجامعة اللبنانية. يعطيكم ألف عافية، وأكيد نتمنى لكم التوفيق، أنتوا الجيل المستقبلي بهيدي المهنة. إن شاء الله الكل يكون عنده نفس الوعي لفعلا يضل الإعلام بألف خير. شكرا. مشاهدينا أكيد النور معنا مكفي معكم، لكن هلأ بنكون مع وقفة صغيرة وبنرجع بنتابع.